السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا داخلين على الشتاء والكحة بتكون في كل المنازل في كل البيوت، وبتكون شديدة جدا وبتكون جافة وبتكون ناشفة وبتكون ببلغم. فطبعا اتكلمنا عن أدوية كتير جدا زي الأوبليكس، زي التوسكان، زي التوسوفان، زي الفنتولين، زي الفنتوكاف، زي النوتوسيل، حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا للكحة. لكن طبعا البرونشي كم أثبتت وجودها، أثبتت فعاليتها في الكحة، يعني حاجة كده عالية جدا في علاج الكحة. من خلاصة الزعتر، من خلاصة أوراق زهرة الربيع، فيعني حاجة طبيعية، مكمل غذائي للسعال أو للكحة، بيعالج الكحة بفعالية كويسة. طبعا الجرعة بتاعتها بتكون، والأول بس ما ينفعش نستخدمها تحت عمر السنتين، يعني الأطفال اللي هم عندهم أقل من سنتين ما ينفعش نستخدم البرونشيكم، ماشي. يعني الجرعة بتاع الأطفال اللي فوق السنتين أو عمر السنتين بتكون ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، ملعقة صغيرة 3 4 مرات في اليوم. أما بالنسبة للبالغين أو الكبار بتكون ملعقة كبيرة برضو نفس الكلام، من 4 ل5 مرات في اليوم، تمام. ده بالنسبة للدواء ده، الدواء ده ناخده بانتظام. ما ينفعش مثلا أنا يعني نسيت الجرعة بتاعتي، الملعقة اللي هاخدها مثلا في الصباح وجيت افتكرتها الظهر، أروح واخد معلقتين مع بعض، لا عدي الجرعة مفيش مشكلة. الكحة لو زادت معاك شوية والبرونشيكام يعني معالجش الكحة، ففي حاجة غلط، في سبب من الأسباب أنت لازم تعالجه، يعني لازم تاخد بالك منه. لو عالجت الأسباب اللي هي أدت إلى الكحة هتعالج الكحة إن شاء الله. هي بتاخد فترة، بتاخد وقت وتخرج من الجسم. وطبعا الكحة بتحتاج معاها الدواء مضاد حيوي زي حاجة اسمها الألترا سوفت. البرشام ده كويس جدا، بيعمل كمضاد حيوي، ممكن تاخد معاها مضاد حيوي تاني، ممكن تاخد معاها مثلا لو في اي مشكلة في الجسم، مناعة ضعيفة مثلا، تحاول بقى تاكل برتقال، تاكل حاجات فيها فيتامين سي، تحاول تقعد في الشمس، تتعرض لفيتامين د، تاخد مكمل غذائي مثلا اقراص زي نورفيت، نوريوتون، فيتاماكس، الحاجات اللي هي يعني ايه مكمل غذائي وفيها فيتامينات. الحاجات دي كلها من الطبيعة، مكون من مكونات الطبيعة، تمام. فأدوية كتير جدا بنتكلم كل يوم، بنزل كل يوم فيديو عن الأمراض، عن الأدوية، عن العلاجات، عن الوصفات، عن التحاليل، عن الإسعافات الأولية، الطوارئ. فتابعوا القناة عشان تستفيدوا بكل الفيديوهات دي إن شاء الله، كل يوم فيديو طبي على القناة. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.